قناوي لما كان مسلوب الحرية رسلنا احنا الرابطة الوطنية وقلنا اللاعب هذا تابع لنا دائما بعقد، ولكن في بعض الأحيان كاين تسير وكاين الإنسانية، لازم تسير وتكون عندك الإنسانية. البلاصة هذيك اللي ما تمنوها حتى واحد، احنا كمسيرين طيلة الموسم اللي مشى قصرنا في حقه، ما مشيناش الأهل تاعو، ما زرناهش، ما عطيناهش أموال، راك فاهم. بعد هو لاجون تاعو استغل مرحلة الفراغ وين كان يا بلي سينياتور في لونطونت 14 جويلية وين بعث فلنا في الكانجور هذوك في 15 يوم، فهمني. تسمى من الناحية القانونية هو اللي ليبر، خص قانون هذا يقول 15 جور. السلام عليكم. بعد الحكم ولا بعد الإيداع اللي ليبر؟ لا 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 لا، هو أنا سمعت يعني أنا ما ندافعش، هذه ما كاين قوانين لمسلوب الحرية باش يفقد كل حقوقه المدنية، لازم يكون محكوم عليه نهائيا، ما يكون عنده حكم. ونسألك سؤال بسيط، حسن حمار ربي يطلق في سراحه، وين راه؟ شارعنا وهو في اسلوب الحرية ما عندوش حقوقه، شارعنا وغلبنا وصدر حكم في حقنا لصالحه. إذن دونك ميم اون جيستيس ميم يكون هو في المسجون يقدر يدير وكالة للمحامي تاعو. دونك لي كانجور فاتوا، كي فاتوا لو كانجور دونك هما راحوا طلبوا يطلب دوكا في لا ليغ لا سي ان ال انتهاء علاقة العمل. دروك كاين سكون امبير لا جوريسبريدونس، يعني الاجتهاد، وين تقول سون الغاز احنا كنا في المرحلة هذيك ما عندناش القدرة باش نسني، وخفنا من الإدارة السابقة لكش ما ترتكب أخطاء في لي سينياتير، كان عندنا فراغ إداري، وبالتالي هذه على هذه اللي ما رديناش. طازج حلة جديدة وذوق أروع. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.